وانا شايف ان زي ما قلت كده ممكن يكون فعلا من الحاجات الاحداث اللي بتحصل حاجات طول السنه، فاللي بيستقصدوا الناس وكده ما بيخلهمش يعدوا يعني السنه، كانه عشان يحاولوا يرهبوهم يعني او يخوفوهم شويه. السبب حاجات كتير، بالنسبه للتلفزيون، بالنسبه لجو السياسه اللي موجود، بالنسبه في مشاكل كتير موجوده حاليا، فمخليه ما فيش حاجه يعني، ما فيش اهتمام بالدراسه خالص يعني. السبب ان المدرسين ما بقوش يهتموا في المدارس بالتعليم زي زمان، والطلبه كلها اعتمدت على الدروس فمبقاش حد بقى، فكله بقى معتمد على دروس، مبقاش في تعليم زي الاول. والله انا شايف ان السبب ان الـ يعني الطلبه ما بتذاكرش كويس. سببها ان اللي بيحصل دلوقتي في الجامعات الازهريه، يعني الجامعات الازهريه في تشدد من ناحيتها كتير، في ناس كتير بتتحبس وفي ناس كتير بتتاخد في قضايا ملهاش اي ستين لازمه، فانا شايفه ان الناس بدات تكره عيالها ان هم يخشوا المدارس الثانويه الازهريه او ان هم يجيبوا مجموع علشان بعد كده ما يدخلوش الجامعات الازهريه، علشان بعد كده ما يبقاش ليهم مستقبل جوه الجامعات الازهريه ويفضلوا ان هم يخشوا الجامعات العامه عموما. يعني المشكلة في المناهج، لو كان المشكلة في الطالب مثلا ما كانش كل ده، ما كانش نجح 28% بس. يعني دي ناس، يعني هو المناهج عندهم صعبة جدا، والمدرسين كمان مش كويسين جدا، يعني هو عندهم حاجات صعبة، فالمفروض يحطوا مش مدرس كويس، مدرس ممتاز عشان أي حد يعني يقدر يعدي منها. وما ينفعش يعني هم ما يحطوش الامتحانات وكده على مخ الطالب العبقري، طب كده ما فيش أي حد ينفع يعني يعدي. حتى ده مش في الازهر بس، ده في اي حته تانية، في اي مدارس تانية. هو ممكن يكون السبب، مش ممكن يكون من الطلاب، لان هم 28 بس اللي نجحوا والباقي كله سقط. هو ممكن تكون السبب في المدرسين مثلا، او يعني المواد ان هي كتير عليهم فهم مش قادرين ان هم يستوعبوا ويذاكروا كل ده. وممكن يكون مثلا الجدول بتاع الامتحانات ما كانش فيه مسافه يعني واسعه ان هم يقدروا ان هم يراجعوا الحاجه كويس ويقدروا ان هم يستوعبوها. نسبه التحسن اعتقد يحاولوا بقى ان هم يعني هم مثلا عايزين يتعلموا، يحاولوا يركزوا شويه في التعليم في كده، يحاولوا يعني يعدوا، عارف، يعدوا مرحله التعليم بحيث ما يبقاش حد ضاغط عليهم يعني. أنا شايفة إن إحنا نبدأ نحسن من مستوى المدرسين اللي موجودين الأول، نبدأ نحسن ونطور الفكرة إن عن المعاهد الأزهرية. كل الناس بتاخد فكرة عن المعاهد الأزهرية إن هي وحشة، إن هي فيها ضغط، إن هي فيها مواد كتيرة جدا جدا، وهم مش قادرين إن هم يدخلوا أو يجتازوا المرحلة دي. كله عاوز يخش طب وهندسة وصيدلة والأماكن دي، مش هيقدر يخشها من الأزهر مع تكدس المواد اللي موجودة. اكيد ان هم يلغوا الدروس، يركزوا شويه في المدارس، يهتموا بالمدرسين والطلبه، يهتموا بالدراسه اكتر، يحسنوا المناهج، يخلوا المناهج بسيطه شويه عشان المناهج مليانه رغي كتير قوي محدش بيفهم منها حاجه، ولا بتبقى صعبه في حفظها او فهمها. والله هو عشان الازهر دلوقتي عموما مفيش اهتمام بالنسبه للمدرسين مع المعامله مع الطلبه. دلوقتي بقى في يعني ما عادش فيه اهتمام خالص طبعا 18 ماده او 17 ماده فكل ده حمل، زائد ان مفيش اي اهتمام، مفيش اي تغيير، مفيش اي، هو الاسلوب القديم، بل دلوقتي فيه تقصير جدا. يعني مثلا الطلبه مفيش رقابه عليهم زياده عن اللازم، يعني ممكن غياب، ممكن ما يروحش غير على الامتحانات، ممكن، والكلام ده كله. مدرسه مفيش فصل، مفيش يعني مفيش التزام خالص، فما عادش فيه التزام، اذا مفيش يعني.